طيب ازاي تم حل بقى مشكلة رخصة الورثة اللي عايزين يسجلوا في المبادرة؟ برضه احنا بنقول يعني طبقا للتكليفات بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، كان هناك بعض المعوقات اللي بتقابل المواطنين في التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحالات الورثة، لأن كان في حالة وفاة مالك السيارة الرئيسي بيتم نقل الملكية إلى الورثة، والرخصة بتطلع رخصة جديدة بورثة فلان وبحوزة أحدهم. كانت هذه النقلة في الترخيص بتعتبر تجديد للملكية، والمعنى ذلك أن احنا في حالة الملاكي لابد أن يمر سنتين ملكية على تاريخ الرخصة لمالك السيارة، وبالتالي لما كان الورثة بينقلوا الملكية من المتوفي إلى الورثة كان لابد أن يمر عليهم سنتين حتى يشاركوا في المبادرة. مع مقترحات المواطنين ومع حل المشاكل اللي إدارة المبادرة بتتولاها، تم بالفعل إلغاء هذا القيد، وبالفعل دلوقتي متاح للورثة أن يتقدموا برخصة ورثة مع عدم احتساب مدة السنتين واحتساب الملكية من تاريخ ملكية المتوفي. لكن مدة السنتين موجودة بالنسبة للناس اللي مفيش ورثة بالنسبة للعادي إلى الآن. حضرتك عارف إن الناس بتروح دلوقتي تبيع العربيات وحد ياخدها عشان يدخل في المبادرة وهي ما تكونش بتاعته أصلا. ده اللي كنا مع بداية المبادرة لاحظناه، وعلى فكرة كان الشرط ده كان 3 سنوات مع بداية المبادرة وتم إنزاله إلى سنتين. وزي ما حضرتك ذكرت ان احنا لاحظنا ان هناك شق، ان بعض مستغلي الامر يعني نقول التجار بمعنى ادق كانوا بيحاولوا ان هم فعلا يجمعوا السيارات القديمه من السوق ويبتدوا يشاركوا في المبادره. الامر الثاني ان احنا كان برضو عمليه تحديد مده السنتين هو بمثابه نقطه نظام لتدفق الاعداد على الموقع الالكتروني.